تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى مع مائدة أم حمزة. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم ديك خوكيت ديال الدجاج والرز، كيجيو أكثر من رائعين وصراحة كيستحقوا تجربة. فبلا ما نطول عليكم أكثر، ندوزو لائحة المقادير ونبداو على بركة الله. كما كتشوفوا معايا عندي صدر ديال الدجاج أولا الكفتة ديال الدجاج اللي بغيتو تستعملو، عندي 200 غرام ديال الرز. دائما قد الرز قد الدجاج. الرز عندي هنا مسلوق ومسقطر مزيان ناشف، عندي محي ديال البيضة، عندي جوج مكعبات ديال الجبن، عندي صلصة حارة تقدروا تعوضوها بالهريسة إلا كانت متوفرة عندكم، مليحة وبزار حسب الذوق. وعندي هنا في الجانب لاشابلوغ والبيض مطرب والدقيق اللي غادي ندوز فيهم داك الكويراس ديال الكروكيت باش غادي نبغي نقليهم. دونك الطريقة جد واضحة، ندوزو لطريقة التحضير ونبداو على بركة الله. فانا هنا كنستعين بالفروماج، عندي مقطع مربعات صغيره باش نحشي به الكروكيت ديالي. تقدروا تستعملوا اي نوع من الجبن، وعندي الماء باش نسهل العمليه ديال تشكيل الكريات ديالي، وكنحطو في الدقيق. كتشوفوا هنا فانا استعنت بكاسرول، درت فيها حمام زيت لي كروكيت ديالي وخليته حتى سخن مزيان، وحطيت فيها الكويرات فهما دغيا كيتحمروا، كنحيدهم وكنديرهم في الطبسيل على هذا الشكل، وكنكمل مع باقي الكريات اللي عندي. الكروكيت ديالنا كيجيو على هذا الشكل، كنتمنى انكم تجربوهم وبصحه وراحه.